صراحة المقابلة على المنتخب التونسي ماشي مقابلة سهلة، كنت كعرف المقابلة اللي كتمر ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب التونسي كتكون كلها ديربيات، وحنا كنظنوا أن ما عمرنا تأهلنا لهذا الشان ديال المحليين، حنا عازمين إن شاء الله بنحققوا نتيجة إيجابية، حنا عندنا الماتش الأول هنا في تونس خصنا نحاولوا نخرجوا بأقل الأضرار إن شاء الله ونحسموا التأهل في طنجة. Yeah.